50 صحافي وصحفية مواطنة بين 13 سنة ونص و 22 عام، 5 نوادي صحافة مواطنة، حلقة أسبوعية وثلاثة روبرتاجات، ناس أخرى، بلايس أخرى، وفازات أخرى، وحكايات تتحكي في 60 ثانية. مرحبا بكم في الأخرين. من زين الليلة يبان صباح. بعد موضوع الكورونا نسمع في وقتش يجي الفاكسان، وقتش يجي الفاكسان، دونك هبطنا نتسألوا على نيت التوانسة مع ولا ضد التلقيح، والإجابة اليوم جينا من البقالطة. لا، على خاطر ما نعرفش المضار متاعه، يمكن باش يكون عنده أثر جانبي، نقولها يمكن يعمل سل، يعمل حاجة. أنا ضده، خاطر نجم نحمي روحي بحاجة أخرى أبل الفاكسان، والفاكسان نجم تكون تنفع كم نجم تكون الضر. بصفة خاصة فيما يخص التلقيح، بصفة محددة، الخوف من التلقيح يمكن باش نفسروه بزوز عوامل. فما عامل موضوعي يفسر هالظاهرة متاع الخوف من التلقيح، وفما عامل شخصي ذاتي يرتبط بشخصية المواطن وشخصية الإنسان. المرة هذه بصراحة شيء اللي فيه سدنا أنه المخابر العالمية لصناعة اللقاح هذا الكوفيد 19 مهوش متفقين في برشا حوايج. يعني مثلا اللقاح الروسي عندما يطلع من الأول دموا فيه، معناها ما شكروهوش. نبدأ بالعامل الموضوعي اللي هو يرتبط بقلة المعرفة وبعدم الإلمام وعدم توفر معلومات حول النجاعة، حول السلامة متاع التلقيح، حول التأثيرات الجانبية الممكنة متاع التلقيح ودرجة الخطورة متاع التأثيرات الجانبية نسميه لزيفي سكوندير، على خاطر الإنسان من طبعه يخاف من الحاجة اللي ما يعرفهاش. وينجم يهزنا كذلك للعامل الثاني اللي هو كما قلنا عامل مرتبط بشخصية الإنسان وعامل ذاتي اللي فسر ظاهرة الخوف عند بعض الناس اللي نسميهم بالفرنسية اللي فاكسينو سيبتيك، معناها مرتبي ومتشككي التلقيح، اللي شخصيتهم تبدأ قلقة واللي يبدأ شخصيتهم مرهفة، وتلقاهم مثلا متردين وتلقاهم يشكوا وتلقاهم يهولوا وساعات يستشعروا الخطر، خاصة في غياب المعلومة اللي تبدأ صحيحة وفي غياب علاقة الثقة بالمنظومة الصحية. وهذا الكل ينجم يغذي المخاوف. ماني مش لقح هتعرس على البلاي. منطقة خضراء، معهد ثانوي، دار شباب، سوق جملة، مفترق طرقات، في بالنا باش نشموا ريحة النوار والزيتون والنخل، يا خسارة عنا كان. خلي الصورة تحكي لكم. أنا واحد يخرج من الليسي كي منك في عاد يمشي من هنا منطقة عبور سهلة، شو يدخل دار شباب ترسلوا يدور دورة كبيرة من الغادي. معنا هذه ما نادر ما يشبه كي منك كروايح ما روايح كريهة وكل شيء. الكلام ده معناه في الليسي ما يساعدناش إنه نعديه طول السيونس في الروايح هذه وكل، لازم البلدية تتكفل بالتلوث هذا كمان. والله ياك تشوف معناتها الميل مسخ في كل بلاصة والريحة ما تحكيش. نسيت كانش نزيل دار الشباب ترسل ندور ما غادي معناتها. تفهم فيها مو معناتها ما يجيش شيء كذا كيف نكيا قدام ليسي واحد تسمى خمز زي كان طالبوا بس يشوفونا حل الوسخ هذايا والحالة المكربة ذي. الروائح المبعثة كريهة جدا، صحيح تقلق العاملين في دار الشباب والشباب زادا. بلغنا صوتنا للجميع المسؤولين إلا أنه حتى مسؤول ما عنده الحل النهائي. الحل النهائي يكمن في تصليح الشبكة ككل وتحديث تجهيزاتها. وكيف الغايب على الأنظار ساكن دي مقلوب الناس ينام وبار في الخير. عسلامة، اسمي هيفا عمر، عمري 16 سنة، نشط في دار الشباب بكرة القدم النسائي. نلعب مهاجمة في الليكيب هذية، عندي 4 سنين نلعب في كرة القدم، ومشينا عملنا برشا ماتشوات مع فرق من بلايس مختلفة، وأكبر معناها دورة عملناها كانت في جندوب. الدورة متاع جندوب هي شاملة الولايات تونس الكل، وكانت عبا تصفيات بيناتنا وكنا وتحصلنا من خلالها على كاس الروح الرياضية والمرتبه الرابعة. كورة زادة ننسي عادي، وكي نبدأ عندي حاجة في ساقي يعني نجم نتواصل، ومشكمش ما عنديش يعني حد بشي أثر عليه الكورة للولاد ولا الحكاية ذيك. نحن هنا جينا باش نعمل جو
وجينا نحن باش نخلقوا علاقات ما بينات بعضنا وباش نكونوا صحبه.